طيب في حال طبعا الماتش لم يؤجل، اذا في نسبه كبيره ان احنا نشوف برضو ظهور ناشئين في النادي الاهلي، لانه اكيد مش هيبقى حابب ان هو يجازف بالعناصر الاساسيه، خاصه ان المباراه هتبقى على بعد ايام، هيبقى عايز يامن على الكتيبه او النجوم الاساسيين اللي هيبقى بيعتمد عليهم في المباراه النهائيه. ولكن في كواليس ما يعني يدور في الاجواء، خاصه فيما يخص مباراه الاهلي وسفر الجماهير، فكره انه الاهلي هيلاعب الوداد في الملعب بتاعه، ابتدت توجه بعض الانتقادات للاتحاد المصري لكره القدم في دوره في ما يخص يعني طلب الاستضافه مقارنه بالاتحاد المغربي لكره القدم. الناس شايفه انه كان في دور ايجابي اكتر للاتحاد المغربي لكره القدم. لا شك في تقصير من المسؤولين في اتحاد الكوره، المسؤولين بتوع اتحاد الكوره الحاليين، لان هم جم بالانتخاب يوم 5 يناير. الطلب اللي جه او العرض اللي جه من الاتحاد الافريقي لكل الاتحادات الوطنيه في افريقيا انه يوم 19 يناير بالتحديد بعتوا للاتحادات يا جماعه اللي عايز يستضيف نهائي دوري الابطال او نهائي الكونفدراليه يتقدم بطلب. فكان لازم يتم التنسيق ما بين اتحاد الكوره وما بين ناديي الاهلي والزمالك، لان الزمالك كان لسه مشارك، عايزين تستضيفوا المباراه ولا لا. هو طبعا الطلب بيكون من الاتحاد عشان الناس تبقى عارفه برضه، يعني النادي الاهلي مثلا او نادي الزمالك ما ينفعش يروحوا للاتحاد الافريقي ويقولوا احنا عايزين نستضيف، لازم يكون الطلب من خلال اتحاد الكوره. يبقى هنا همزه الوصل ما بين الانديه والاتحاد ربما دي كمان اللي فيها مشكله مفقوده شويه، او التعامل مش على افضل ما يكون بصراحه، رغم انه طبعا لو بصينا لمقر اتحاد الكوره ومقر النادي الاهلي هنلاقي سور. يعني سور بالظبط كده. فكان لازم يكون في تنسيق افضل من كده. احنا الموقف ده عدى، سؤال بقى، هل هو في جدار، في جدار عازل طبعا يعني يمنع التواصل على مستوى العلاقات ما بين النادي الاهلي ويعني الاتحاد؟ أنا معاك في المسألة دي، لأنه لو في تفاهم كانت المسألة دي اتحلت من بدري، أو كان على الأقل لو النادي الأهلي ما كانش عنده رغبة فما كانش هيشتكي دلوقتي، أو ما كانش هيحس بالظلم إن أنا ألعب على ملعب المنافس. لكن برضو خلينا نقول يا أستاذ محمد إنه رغم التقصير من الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن إحنا برضو لا نغفل إنه الكاف ما عملش الموضوع فير 100%، لأنه تم الإعلان إمتى؟ أو تم التصويت إمتى على المسألة دي؟ ده إضافة إلى أن هناك تضارب أصلاً في أنه حصل تصويت ولا الاتحاد السنغالي انسحب؟ ما هو قالوا أن السنغال والمغرب بس اللي الملفين بتاعهم الكاف وافق عليهم. أعتقد أن في أمور كثيرة هتتضح بعد النهائي. الأهلي كان أعلن أنه يطلع بمؤتمر صحفي يكشف أو يعني يكشف فيه بعض التفاصيل أو المعلومات من وجهة نظره لها علاقة ب عملية اختيار الملعب أو عملية إدارة بطولة دوري أبطال إفريقيا.